الحين وصلنا المدرسة وداخلين نكتشف الأوضاع أنا وفارس وخالد. الآن القضية الفلسطينية لها 5 أيام. فإحنا دايرين إذا الأمة الآن ما قادرة تحرر فلسطين على الأقل تكون الأجيال متعلقة بالفكرة. نعم. طيب. فنحن الحاجة طالبينا هو شيء فصل. نحن هنأخذ نموذج فصل نتعامل معه. الحاجة الثانية دايرين نستخدم إمكانيات المدرسة. حددين أنهي مرحلة عايزينها؟ عايزين أكبر من أكبر الناس ممكن يستوعبوا يكون عندهم وعي. يعني عايزين بتوع إعدادي. نعم. محددين عدد الولاد اللي عايزينه؟ هو الفصل فيه كم لو سمحت؟ لا أصل الفصل فوق يختلف ممكن 10 ممكن 15 إدبانز يعني. طيب نحن سمعنا انه بكره اجازه ونحن عايزين بكره البرنامج بتاعنا يعني الليله وبكره فبكره عايزين يا ريت لو الفصل اللي بنحدده نقدر نتصل باولياء الامور وبكره يكون في زي يوم مفتوح يعني. اتفاقيه المدرسه هتعمل يوم وتعمل فيه مثلا مسرحيه صغيره لو احتجتني في حاجه في الاخراج وطبعا موجود طبعا هوفر لك فولنتيرز او انا اجيب ناس لو انا طبعا موجود لو مش موجودين اكيد مثلا ممكن يعملوا حاجه شعريه مش تكون مسرحيه يعني بالظبط شعر اغنيه مباراه ولابسين تيشيرت فلسطين مثلا فاهم قصدي؟ احنا هنجيب مثلا هنتفق مع متطوعين او مع جمعيه تهم القضيه الفلسطينيه وهترتب الموضوع هذا معاكم يوم في السنه وهتتكفل الموضوع بعد نحن بعد نتفق معاها وهتوقع معاكم الكلام يعني تنظيم بس حابين ناخذ موافقه مبدئيه فقط بعدين نتكلم في التفاصيل. انا موافقه على اي حاجه تساعد الامه دي. بس الله يخليك شكرا جزاك الله خير روح استاذه ان شاء الله. معالي من السعودية زينة من لبنان وإيثار من مصر. أول شيء حابين نعرف أنه أهدى صف موجود عندنا في المدرسة موجود عندك يا في المدرسة أهدى صف؟ أيوة ما فيش أهدى صف ما فيش كلهم لو أهدى صف أيوة طيب هو كل صف يعني منه تو سكشنز مثل ما فهمنا مزبوط؟ أيوة. منه تو سكشنز زي ما فهمتوا أيوة بدنا نحن مبدئيا حناخد صف الرابع الرابع سكشن منهم يو تشوز يعني هقول لكم على حاجه ديبينز اصلا ممكن انا هخليكم برضو كده تو هاف ا تور لا مفيش وقت هقول لك ليه ايوه علشان انتوا ممكن وانتوا بتلفوا وجهه نظركم تتغير صح كده ايوه ممكن تحسوا ان انتوا الحاجه اللي محتاجينها دي محتاجين ولاد اكبر او حاجه تتعاملوا معاها فانتوا بعد كده هتختاروا احسن ان شاء الله ان شاء الله شيء تاني بدنا الحديقه لانه شفناها كتير حلوه اللي برا اشتغلوا في المكان انتوا عايزين أيوة. تشتغلوا فيها مفيش مشكله مش مشكله ايوه هلا نحن سؤالنا انتوا بكره عطله صح لما السنه الهجريه في امكانيه انه نحن نجي ونشتغل بالمدرسه ادوني بس الايميل بس بتاعت الاولاد اللي انتوا عاملينه ونعمل كونتاكت مع البيرنتس النهارده ونتفق معاهم بحيث ان الوقت ممكن تفتح المدرسه يعني بقى عشان الايفنت هنفتح لكم بكره ايوه شكرا ليكي احنا جايين بهدف نشاط معين احنا بهدف احياء قضيه فلسطين في قلوب الاطفال الصغار دول قديش انتوا هنا بتعملوا اصلا نشاطات في علاقه بحاجه زي كده هل دايما في الاذاعه بيتردد الموضوع ده في المناهج انتوا مثلا ممكن تطرحوا كلام زي كده طيب علشان تو بي اونست احنا الحكايه ممكن نكون بنعمل ايه في الانيوال شو بتاعنا بتاع المدرسه اللي هو بيبقى في شهر 4 بنعمل زي اوبريت او بنعمل مسرحيه او بنعمل لو في شعر او حاجه بس طول السنه ما بيبقاش في ايفنتس كده معروف ان دي الايفنت علشان فلسطين او كده لا هو بس يوم واحد في السنه طب ممكن يعني انتوا البروجرام عندكم فلكسبل انه ممكن نزيد عليه شيء يعني نحن فور اكزامبل كنا مفكرين انه كل شهر يكون في حصه تنضاف على الاشياء اللي بياخذوها يحكوا فيها عن فلسطين حنجيب لهم هيك كتاب كبير بيحكي قصه فلسطين يعني في مجله مثلا بدنا نطلعها تطلع من التلاميذ كل شهر هيك لايك 3 بيجز يكتبوا فيها هن خواطرهم ففي امكانيه انه يعني يتعدل حاجه زي دي يعني انا عندي فلكسبيليتي عشان عندي اكتيفيتيز فممكن بعمل فيها الحاجه اللي انا عايزاها زي مثلا ما هم يروحوا اللايبرري ويطلعوا حاجه ويعملوا ريبورت مثلا او يكتبوا اي حاجه قاسي عليها فدي مش هيبقى فيها مشكله تمام شغال للمكتبه السلام عليكم يا شباب شباب كويسين كله تمام الحمد لله انت لابسه الكوفيه دي ليه؟ لو سمحت. الكوفيه دي عباره عن شنو يعني؟ الشال. فلسطين. فلسطين؟ طيب بصير بشنو؟ يعني ليه لابسه عادي؟ ليه ما لابسه حاجه عادي؟ بتحبيهم يعني؟ بتحبي فلسطيني؟ بتحبيهم؟ تعرف عنهم فلسطين. بتحبيهم؟ متعاطفه معهم؟ هم مظلومين؟ مين هم مظلومين؟ اسرائيليين.
مين بيعرف حاجة عن القضية الفلسطينية؟ مين بيعرف حاجة عن فلسطين؟ حدا عارف قصة؟ إيش حصل؟ صار الناس ما تتخوف من الكاميرا ولا كلها ما درست التاريخ ولا ما درستوش؟ درست إيه في التاريخ طيب؟ حضرة فرعونية. حضرة فرعونية؟ واحد منكم أنتوا لما نكبر يحرر فلسطين؟ في واحد بيتمنى كده؟ في واحد بيتمنى كده؟ مين؟ لا لازم يكون اللي بيتمنى يرفع كده بقوة. انت مين انت؟ انا ياسين. انت عارف قصة محمد الفاتح؟ محمد الفاتح البطل المعروف اللي فتح القسطنطينية، وهو في عمركم سمع الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه انه تفتح القسطنطينية خير الجيش جيشها وخير الأميرة أميرة. فوالدته قالت ده ولدي، ولدي هو اللي حيفتح القسطنطينية. يعني انت من اسعد لو خديت هدف قدامك انك انت اللي حتحرر فلسطين، انت اللي حترفع الظلم، حتعمل الحكاية. انا من الاردن من برنامج مجددون مع استاذ عامر خالد. نحن جينا هون عندكم على المدرسه اليوم وبكره رح نيجي نشتغل معاكم. مين بيعرف فلسطين؟ مين بيعرف ايه هي فلسطين؟ الله الكل بيعرف ايه هي فلسطين. لسه كانوا جاوبين على الشيخ خالد دلوقتي. ايوه. مين بيعرف وين فلسطين؟ جنب البحر الاحمر جنب مصر. ايوه يا ندى نقول علاست دوليجيب. ايوه. فنحن دلوقتي حننزل المكتبه لانه برد كثير برا رح يكون، فرح ننزل المكتبه. عفوا سالت المدير. حننزل المكتبه نحن والصف الرابع، رح ننزل مع سوا ورح نعمل نشاطات كثير حلوه. ايه رايكم؟ تمام موافقين؟ طيب انا اسمي خالد النهدي من اليمن. طيب انا بحاول اتكلم مصري شويه عشان ايه اسهل الموضوع عليكم. متفقين؟ لو غلطت هنا ولا هنا ما تضحكوش. ها الاسامي بالاول. ده محمد كافيه صح؟ اسمك؟ محمد سلمى. آية معلش ما حفظتش. ما تزعلوش. طيب سمعتوا اخويا فارس تكلم عن فلسطين ووضع فلسطين. طيب انا اللي اريد اتكلم عليه، هل تحبوا تساعدوا فلسطين؟ طبعا. مش سامع، سمعوني. طبعا. طيب ممكن تقولوا لي نساعدها ازاي؟ نخلي الوطن العربي بلد واحده. نخلي الوطن العربي بلد واحده ونساعد فلسطين. نخلي الناس في الوطن العربي اللي هم اتفرقوا عليه نخليهم اللي هم يحاولوا يعملوا حاجه لفلسطين يساعدوها، يبقوا نبقى وحده كلها مع بعض. معناته عاوزين نوصل رساله. نوصل رساله للناس كلها اللي في الوطن العربي انه يساعدوا فلسطين. طيب ازاي؟ فلسطين. مين بيعرف فلسطين؟ مين بيحب فلسطين؟ يرفع ايده الثانية. انت ما بتعرفي فلسطين؟ ما بتعرفي فلسطين؟ بتعرفي فلسطين؟ وين فلسطين؟ فلسطين في العراق. شو بيصير فيها اكثر شيء؟ ايش بيصير في فلسطين دلوقتي؟ انتوا وصفين لي فيها. الله شو اسمك؟ محمود. ورق الرسم الصغير الكاشيت الرسم دي هاتلنا منها بلوك نوت يعني حاجه ثانيه دول كده خمسه. طيب ايه رايكم لو نعمل مسرحيه؟
بالمسرحيات؟ لوكو. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. وأنت؟ جميل. نلعب كورة؟ ماشي. ماشي. سامع صوت من ورا بيقول ماشي. صح؟ ماشي، بس إزاي نعملها تخص فلسطين؟ ايه ولا فلسطينيين نلعب معاهم حاجه تانية. نلبس شرطات فلسطين. لا لا يا سلام تأثير. ايه لا منا ايه ممكن نجيب تيشيرتات مكتوب عليها حاجه فلسطين مثلا. انك نلبس تيشيرتات مكتوب عليها حاجه لفلسطين او فريق فلسطيني. او فريق فلسطيني. جميل، فكره حلوه. خمس. السلام عليكم. انتوا كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. مين عنده كحة؟ إيه وأنا عندي كحة. سلمنا وياك يا رفقة. كيف ماشيين؟ عبد الله وعبد الله. عبد الله وعبد الله. جمال. إيه؟ جمال. جمال. مصطفى. مصطفى. نديم. نديم. أنا اسمي هبة، أنا من الأردن بس أصلي في عندي أصول فلسطينية وجيت عندكم هون على المدرسة عشان نتعرف على فلسطين وعلى أهمية فلسطين. كلنا لازم نعرف وين فلسطين. وين فلسطين؟ وين تقع فلسطين؟ وين؟ وين؟ جنب مصر. فين؟ قارة إيش؟ آسيا ولا أفريقيا؟ آسيا. الله. طب شو عاصمة فلسطين؟ العراق. العراق. أول حاجة لازم تفهموا إنه العراق دولة وفلسطين دولة منهمش داخل ببعض. حنبلش هلأ نشوف فيديو ما هيك؟ صحيح. فيديو عن فلسطين تنتعرف عليها أكثر وبعدين نشوف شو بدنا نعمل. أنتوا خبرونا شو حابين تعملوا لفلسطين. أيوه. ماشي؟ طيب. قبل ما نبدأ بفلسطين أنا بحب أحكي لكم أنا أول شيء عن فلسطين. أول شيء فلسطين دولة عربية بيحكوا مثلنا، بيحكوا نفس الشيء، بيحكوا نفس لهجتي أنا، بيحكوش مصري، بيحكوا نفس اللهجة تبعتي أنا. ثاني شيء فلسطين عاصمتها إيش؟ القدس. ثالث شيء فلسطين كلاتها ايش؟ مسلمين. مسلمين مثلنا، اخوان مثلنا. فلسطين معبية اطفال زيكم، بشبهوكم، نفس المنظر. فلسطين فياتها اخوان كمان مسيحيين مثلنا، كمان فياتها مسيحيين وفياتها مسلمين. وفلسطين مشكلتها ايش؟ مشكلة فلسطين اسرائيل عاوزة تاخد القدس وتاخد الارض غزة. الله اكبر. زقفولها زقفولها. سارة سمعتوا تحكي فلسطين محتلة؟ ايش يعني محتلة؟ يعني مخديتها مين؟ مخديتها اسرائيل. وهذا شيء كتير غلط. ونحنا بدنا ايش نسوي بهذا الصف؟ بدنا نوقف مع اخواننا الفلسطينيين، بدنا نوقف مع الاطفال اللي زيكم اللي بفلسطين. لانه اذا انتوا بتروحوا على المدرسة هم ما بيقدروش يروحوا على المدرسة، اذا انتوا بتروحوا على الدكتور هم ما بيقدروش يروحوا على الدكتور. فنحنا هنا بدنا نوقف معهم، نحكي لهم انه احنا بنحبكم، احنا بنعرف مشاكلكم. ونقول نعمل قران او نعمل انشود الفلسطيني. مين حابب يعمل الفكره دي؟ جميل جميل. ادونا افكار تانية بقى، فكروا معايا نعمل ايه. نجيب اعلام ونعلقها في الفصول. ايه تاني؟ نجيب صور تخص فلسطين. يعني نجيب نعمل معرض. نعمل معرض. رايكم ايه؟ نعمل معرض محمد. انا عارف انك انت ذكي بس ما تقولي. طيب يلا قولي. يلا نوزع منشورات فيها شكل العلم وحاجات عن فلسطين، اللي حاجات الاطفال اللي بتصبح فيها. كان نعمل منشورات لاهالينا تعرف الناس بفلسطين. طيب يعني مثلا نطبع منشورات للمدرسه ونديها لاولاد المدرسه يقروها ويدوها لاهاليهم. صح، فكره جميله جدا.